السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة تربية الدولار، وبشكون مرحبا بكم إخواني. إن شاء الله في هذا الفيديو سنقوم بشرح لكم مجموعة من الإيردروبات، تقريبا 4 إيردروبات كلها إيردروبات جيدة وصادقة. المهم الشرح الأول خاص بنا هو الإيردروب. الإيردروب الأول يسمى اسم الإيردروب دياغون فينال إيردروب. دياغون الإيردروب يعطيك تقريبا 125 دياغون، ما يعادل تقريبا $25. اما بالنسبه للايدروب الثاني جيشين، هذا الايدروب يقولون انه متواجد على الكوان، يعني الكوان ماركت كاب. الثمن الخاص بهذا الايدروب يعني تقريبا يعطيك منه 20.44 دولار، يعني ما يعادل بالعمله الخاصه به 280 جيشين. والايدروب الثالث، كل هذه الايردروبات تقريبا 3 ايردروبات، ايردروبات متواجدة على التليجرام. تليجرام يعني عبارة عن تليجرام بوت. كما رأيتم الايردروب تلاتة يعطيك من العملة الخاصة بهم 20 جي ماكس، اسم العملة جي ماكس جلوبال ماكس، يعني 20 من العملة، والعملة الخاصة بهم ثمنها مرتفع، يعني تقريبا 37.5 دولار. والايردروب الاخير الذي يعطيك 1100 قطعة من هذه العملة الخاصة بهم دي جيو، تقريبا ما يعادل ب 33 دولار. نوري شرح الايردروب الاول. اول شيء نقوم بالدخول الى الايردروب لكي اريكم الايردروب. كما رأيتم أول شيء تقومون بالضغط على ستار، ثم تقومون بحل هذه الكابتش، يعني تقوم بحل هذه المعادلة كم تساوي. ثم بعد ذلك يقول لك ها هي المهام. المهمة الأولى يعني جوان تيليجرام يعطيك 20 دياغون، فولو على تويتر يعطيك 20 هذه الخصائص اختياري، ولكن قم بتفعيل لكي يعطيك التوكن الخاص به 85 دياغون، يعني في فلو على الفيسبوك، لينكدين، هذا موقع ايضا اليوتيوب، يعني تقوم بعمل سبسكرايب على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب، ثم سبسكرايب قناة اخرى وعمل لايك تقريبا على هذا الفيديو، يعني ثم سأريكم المهمة الاخيرة، يعني جوا على التليجرام ادفرتايزر، ثم تويتر فلو على تويتر، ويعطي عن كل إحالة 25 دياغون، يعني تقريبا هذه العملة تقريبا يعطيك أو يعني يعطيك 125 من العملة الخاصة بهم، ما يعادل $25. تفعل المهام، ثم تقوم عندما تفعل هذه المهام تضغط على تقوم بالضغط على الرابط مثلا جوا تيليجرام، تقوم بعمل جوا تيليجرام الخاص بهم، ثم تقوم بالرجوع، ثم فلو هكذا. بعد ذلك تضغط على سبمايت يور ديتايل، يعني تقوم ب يعني يطلب منك اليوز مثل اليوزر نيم الخاص بك على التليجرام، اليوزر رابط البروفايل الخاص بك على تويتر، رابط البروفايل الخاص بك على الفيسبوك، يعني يطلب منك هذه الاشياء. ثم عندما تضغط على سبمايت يطلب منك تقوم بكتابتها وستحصل التوكن الخاص بك. الدروب الثاني ايضا نقوم اوبن تليجرام، نقوم بالضغط على ستار. هنا يقول لك عندما تقوم بالضغط على ستار تأتي هنا وتجد جيت ايردروب، تقوم بالضغط على جيت ايردروب ستجده هنا، يعني خانة هنا اسمه جيت ايردروب. ثم بعد ذلك يقول لك ها هي المهام، يعني 4 مهام تقريبا، تليجرام ايضا التويتر، ثم الفيسبوك، وستحصل على 100 جيشين، ما يعادل $20 في 44، عن كل إحالة 70 تقريبا 5.11 دولار. والدروب الثالث جلوبال ماكس، نقوم بالضغط على الديسكتوب، تضغط أول شيء على ستارت مثلا. هنا عندما تضغط على ستارت تقوم بالضغط أيضا، ستجد خانة هنا اسمه جوان ايردروب، ثم ستفعل الكابتشا كما رأيتم أنا فعلت الكابتشا. ثم هنا المهام تقريبا 5، جوان تيليجرام الأول الجروب، والتليجرام القناة الخاصة بهم يعني شانل، جوان تيليجرام شانل، ثم هنا جوان بارتنر تيليجرام الخاص بهم، هنا التويتر فلو، فلو على التويتر أيضا، هنا اليوتيوب أيضا، عمل سبسكرايب ثم لايك فقط. مهم أنت ستفعل كابتشا هذه،
ثم بعد ذلك ستقوم بالضغط على كل مرحلة. كل مرحلة عندما تضغط على المرحلة الأولى المرحلة الثانية، وسيطلب منك أيضا يعني سيطلب منك اليوزر نيم الخاص بك على التليجرام والتويتر. كل هذه الأشياء جد سهلة. إذا تسجلت في الإيردروب الأول ستسجل في الإيردروب الأخرى كلها بشكل سهل. الإيردروب الأخير فقط التسجيل على الموقع الخاص بك، وتقوم بكتابة الإيميل الخاص بك. هنا كتابة كلمة السر، هنا اسم، هنا اليوزر نيم الخاص بك، هنا تأتي وتترك هذه كما هي. الأسفل هنا في الأسفل ستجد قم بكتابة الرقم الهاتف الخاص بك فقط، ثم تضغط على جوان، ثم ستذهب إلى الجيميل الخاص بك لكي تفعل. كما ترون هنا يطلب منك الرقم الهاتف الخاص بك، تختار الدولة من هنا أي دولة تقيم، وتقوم بكتابة الرقم الهاتف الخاص بك، ثم تقوم بتفعيل الخاص بك، ثم تضغط على أوجين هكذا، نضغط على أوندر ثم الدخول. ستجد 100 من العملة الخاصة بك، 1100 من العملة الخاصة بك. المهم هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. استغلوا هنا خرب بالنسبة لي الايردروب الخاص بعملة شكوانس بيت، يعني قد خرج التداول في المنصة الخاصة بهم، لكن ثمن قد قام بالنزول، يعني تقريبا قد قام بالانخفاض بنسبة 93%، انخفاض يعني كبير تقريبا، أصبحت تساوي 23 ساطوش بالبيتكوين. يعني يمكنك إذا حصلت مثلا على 5000 يمكنك بيعه تقريبا 100 ألف ساطوشي، يعني يمكنك بيعه ب 100 ألف ساطوشي حاليا، أو إذا أردت تركه حتى تقوم بالسعر مرة أخرى وتقوم ببيعه بثمن مرتفع، فقم بفعل هذا الأمر. المهم الاختيار لك. كل الأشخاص الذين تسجلوا معنا في الأيردروب قد تحصلوا تقريبا على الأقل شخص قد تحصل على تقريبا 100 ساطوشي أو 200 ألف ساطوشي، 100 ألف ساطوشي ومئات. المهم إلى فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا لكم إخوان.